مباشرة ينضم إلينا الآن مدير وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل دكتور مطانس شحادي. أهلا بك سيدي. عموما عندما تقرأ الصورة حتى أكاديميا وبحثيا تقرأ صورة ما يحدث ميدانيا من جرائم وكيف تتفاعل معها حكومة إسرائيل، هناك سياقان، السياق الأول هو السياق ربما المجتمعي والسياق الثاني هو الاستعماري، ما السياق الأهم في هذا التوقيت بالتحديد؟ مساء الخير عزيزي الأخ وكافة المشاهدين. لا، واضح الحكومة الإسرائيلية يعني تتهرب من مسؤوليتها على مدار سنوات في تفتيت المجتمع العربي والسماح بالوصول إلى هذه المرحلة. والحكومة الإسرائيلية يعني سمعنا اليوم بن كبير في المقابلات الصحفية هاي الذهنية العنصرية والعدائية تجاه المجتمع العربي، يلوم المجتمع العربي ويتهم الثقافة العربية بإنتاج هذا العنف. طبعا هذا للدلالة على الاستهتار بحياة المواطنين العرب، وثانيا على ما يبدو الحكومة يعني غير منزعجة من الوضع الحالي فيما يحدث بجانب العنف في المجتمع العربي، ما دام هذه الأمور يعني تضرب المجتمع العربي فقط، لأنه جزء من تفتيت المجتمع، جزء من إضعاف المجتمع، جزء من تحويل كل المطالب السياسية لدى المجتمع الفلسطيني بالداخل. انتبه انه يعني المجتمع الفلسطيني الان يعني الشغل الشاغل قضيه الامن الشخصي والعنف والقتل والاجرام. اين النضال الوطني؟ القضيه الفلسطينيه، الاحتلال، ما يحدث في اسرائيل حاليا من قوانين عنصريه عديده تجاه المجتمع العربي. اذا العنف، فلتان العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل، هذا مريح للحكومه الاسرائيليه، لذلك لا تتعامل معه الا اذا اقترب للمجتمع الاسرائيلي، مثل ما شفنا مع أحد الحالات مؤخرا بسبب تدخل أو محاولة السيطرة على مناقصات لوزارة الأمن، تم ملاحقة يعني نسميها المنظمات الجريمة. نعم. في هذا إذا كانت هذه المشهدية هي لعبة فعلا تتقنها الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات أو منذ حتى أكثر من 20 عام، ما الحدود لهذه اللعبة؟ متى ربما يعني تكون مجبورة حكومة إسرائيل عن التوقف عن أمر من هذا النوع؟ يعني حكومة إسرائيل تتحرك فقط إذا مورس ضغط سياسي جد وشعبي حقيقة على الحكومة وعلى المؤسسة. حكومة إسرائيل تريد الحفاظ على نقطة توازن، يعني لا تريد أن تفقد السيطرة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، لا تريد أن يحدث حالة من يعني الفلتان الشامل داخل المجتمع الفلسطيني، ولكن من جهة ثانية تريد أن يعني تصل هاي الأمور لحد بالإمكان التعامل معه والسيطرة عليه. لذلك يجب تفعيل ضغط حقيقة على الحكومة الإسرائيلية بالاحتجاج الجماهيري، لأنه لا يوجد أدوات للضغط السياسي، يعني أدوات حقيقية للضغط السياسي على هذه الحكومة. هذه الحكومة عدائية وعنصرية فاشية، أصلا تريد أن تثبت المكانة الدنيا للمجتمع الفلسطيني، وعمليا التعامل كأنه رعاية وليس كمواطنين أصحاب هذه البلاد. لذلك نعم يجب أن يكون ضغط حقيقي جماهيري، مجتمع مدني، أحزاب، يجب أن تتابع سلطات محلية، يجب أن تلعب دور هام وكبير في هذه القضية، وايضا كشف هاي يعني السياسات في المنابر الدوليه، المؤسسات حقوق الانسان الدوليه، المؤسسات القضائيه العالميه، بامكانها الضغط على اسرائيل. وشاهدنا في بعض التقارير الدوليه في السابق انتقادات لاسرائيل بسبب سياساتها تجاه المجتمع الفلسطيني. ويقول قائل ربما في هذا الشأن بأنه كل هذه النضالات، التدويل، الاحتجاجات، المظاهرات، المسيرات الاحتجاجية المنددة بالتقاعس والتواطؤ من قبل المؤسسة الإسرائيلية موجودة ومتواصلة بل ومستمرة وتتجدد مع كل جريمة إضافية تحدث في المجتمع العربي. هل أفهم من حديثك دكتور بأنه هذا الأمر، الأمر الاحتجاجي أو العنصر الاحتجاجي، لم نستخدمه بالحد الأقصى بعد؟ لا، واضح لغاية الآن لم نستخدمه، يعني ولا حتى بالحدود، يعني ما زلنا نستعمل الحد الأدنى من الاحتجاج. يعني احتجاجات متواضعة جدا، مظاهرات، وقفات احتجاجية، يعني شاهدنا اليوم مثل مظاهرة للمجتمع الأثيوبي سكر شارع أيلون بسبب مقتل دهس طفل عمره 4 سنوات قبل 4 أشهر، واتهام الشرطة بالتقاعس في هذه الحالة وعدم تقديم لأحد اتهام. ولكن قبل كل ذلك يجب أن يكون هناك
يعني قرار موحد لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل ومشروع سياسي موحد ومطلب واضح للمؤسسة، مطلب يعني مطلب حقيقي وليس فقط شعار التعامل مع العنف والجريمة، لأنه التعامل مع العنف والجريمة والطلب من الشرطة هذا شرط ضروري لكن غير كافي. التعامل مع الجريمة والعنف يعني تطوير اقتصاد حقيقي للمجتمع العربي، يعني تغيير نفط كامل لجهاز التعليم في المجتمع العربي، يعني ثقافة، يعني التعامل مع قضايا التخطيط والبناء، لأن ضائقة الأرض والمسكن تؤدي للعديد من المشاكل داخل المجتمع الفلسطيني، ومحاولة المنظمات الجريمة السيطرة على الأراضي لارتفاع يعني أسعارها مرتفعة جدا يخلق أيضا يخلق العديد من المشاكل. يعني التعامل مع العنف والجريمة يعني تعامل شامل مع كل القضايا ومشاكل المجتمع الفلسطيني بالداخل، لذلك مطلوب مشروع سياسي موحد نتفق عليه داخل المجتمع الفلسطيني ونطرحه أمام الحكومة والمجتمع الإسرائيلي والقضاء والمجتمع المدني. أشكرك جزيل الشكر دكتور إمطانس إشحادي، مدير وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل.